يا رب صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروة والصفا. اعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم تاني، وكنت قبل الفاصل بتكلم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوجه النصيحه، لان قوم قارون هينصحوه، كان بيحاول يخليها نصيحه مخفيه. كنا بنتكلم بقى عن الراجل اللي دخل بال في المسجد، ده فضحته فضيحه، الدنيا كلها شافت على فكره، مش محتاجين نداري عليه يعني. بس انت لو واخد بالك، هو لما بال في المسجد كان مفكرها انها عاديه، فكان عادي، فلما اكتشف انها مش عاديه طبعا وشه هيحمر ويتضايق ويغضب. فسيدنا النبي اخذه بعيدا عن الناس واخبره ان هذا لا يصح. شايف الفكره والادب؟ الفكره في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان اللي قدامك ما يحسش ان انت واخده للنار، ان هو داخل النار، انما يحس ان انت بتحبه فبتاخد بايديه للجنه. فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمرها ما كانت ان احنا ندخل الناس النار. الغرض منها ان احنا نقول للناس اننا بنحبكم فعايزينكم في الجنه. ما تقدرش تعمل امر بمعروف ونهي عن المنكر واللي قدامك بيكرهك، يعني طول ما قدامك بينك وبين زميلك حزازيه وهو مش بيحبك وهو بياخد رشوه، فمش هينفع تقول له على فكره انت بتاخد رشوه، الرشوه حرام. اقول لك خليك في حالك يا مولانا، انت عامل لي فيها سيدنا الشيخ. لابد ان يكون في طرف يستر ولا يفضح ويكون مقبول عنده. خد بالك من الحته دي قوي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واكاد اجزم ان 90% منا عنده قصور في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا بنبقى قاعدين في المترو او في المواصلات، تلاقي واحد بيقرا قران، فواحد يعني قرا غلط يعني، فتلاقي الميكروباص كله بيرد عشان ما انتوا حافظين الصوره يعني، ما في صور انتوا مش حافظينها مش هتعرفوا تردوا فيها. امال اعمل ايه؟ اسيبه يقرا غلط؟ يا اخي على جنب يا اخي، ربنا مش هيزعل منه على فكره، هيزعل منك انت ان انت احرجته. الفكره في الامر بالمعروف وعن النهي عن المنكر قائمه على الحفاظ من الود. في واحد ممكن يخش يصلي مع الشيخ في الجامع، فالشيخ يحفل عليه في قلب الدرس بتاعه تحفيل محترم، فيحلف له داخل الجامع ده ولا داخل اي جامع، شكرا كتر خيرك يا مولانا، عملت اللي عليك وزياده. الفكره في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يشعر من امامك انك تخاف عليه. ستنا ورده كانت بتسال بتقول انا طالعه معاش ان شاء الله على خير ومكافاه نهايه الخدمه، انا عندي وعندي وعندي. السؤال ده بقى ليه قصه معايا، ليه قصه معايا فعلا، سؤال البنوك. واحد ربنا يكرمه يعني في احد المساجد، فقال لهم انا هسال الشيخ سؤال وانا عارف انه ما يقدرش يقول حرام عشان يخاف. لا يا غالي، احنا ما بنقول حلال وحرام ما بنخافش، بدليل ان احنا لما اتكلمنا عن مال البنوك اتكلمنا عن الفايده وقلنا جائزه، واتكلمنا عن القرض وقلنا انه حرام ولا يصح الا لضروره. انت اللي نيتك خبيثه، انت اللي نيتك مش مظبوطه. انا استحاله اخش النار في حكم اقول يا رب ابعدني عن النار، ما تجرش باحكامك يا رب، لكن انت اللي عايز تسمع اللي على هواك. لما اتكلمنا عن مال البنوك يا ست ورده قلنا ايه؟ قلنا اللي هنحطه في البنك يعني نعمل بيه شهاده او وديعه. قلنا في رايين، رأي قال حرام وطالع من الأزهر، ورأي قال حلال وطالع من الأزهر، وقلنا إن إحنا بنميل للحلال. ليه بنميل للحلال؟ هي مش دي يا مولانا تبقى فايدة بزيادة من غير تجارة؟ لا، مين قال لك؟ هو بياخد الفلوس يدورها. الحاجة التانية بالبلدي كده، اللي أحطه أنا في البنك واستفاد منه جائز. ليه؟ لأن البنك ده يمثل ولي الأمر، ولي الامر من حقه انه يساعد الرعيه بتاعته بالشكل اللي يرتضيه. زي بالظبط، وضربت مثل، انا دلوقتي داخل عليا عيد الام عايز اجيب هديه لامي، فبعدين ايه؟ انا معايا 35 جنيه 75 قرش بالظبط كده عشان انا راجل حقاني. فجه ابويا قال لي انت معاك كام يا ابني؟ اقول له 35 75. هتجيب هديه لماما؟ دول ما يجيبوش حاجه، هات يا ابني ال 35 75. خلاص كده الفتحة على الفلوس بقى اتاخدت، وانا في نيتي ان خلاص اتضرب على الفلوس. قبل عيد الام بيوم ابويا راح مديني 100 جنيه وقال لي روح اشتري هدية الفلانية لامك. قعد اقول له يا بابا دي ربا، دي حرام. لا، ده ابويا ده ولي الامر من حقه انه يساعدني. فقسناها على كده ان البنك ده خاضع لولي الامر اللي من حقه انه يساعدني زي ما هو عايز. هات فلوسك يا ابني هنشغلها، واحنا مالكش دعوه بقى، كسبت كسبت خسرت خسرت هي عندنا. طب ينفع الراجل اللي في المصنع اللي جنبي يقول لي هات على كل 1000 جنيه اديك 25 جنيه؟ ما دي زي دي. لا، مش زي دي، لان بتاع البنك ده
خاضع لولي الامر، انما بتاع اللي هو ده نصاب، ده مش ولي امر، ده نصاب. يبقى قلنا انه من الاسباب اللي قلنا يجوز من خلالها ان انا اخد الفايده واصرف عليها ان ده خاضع لولي الامر، ولي الامر بيقول اللي هيجيب الفلوس دي انا هديله كذا 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 شكرا. طب في واحد يقول لك لا انا مش مقتنع، انا معاك خلاص مش مقتنع، بس احنا مش هنقول حرام برضه، هنفضل نقول حلال وحرام. لما جينا عند القرض بقى قلنا لا ما ينفعش، ليه؟ ما هو مش برضه ولي الامر، ولي الامر يديني، ان هو ياخدش مني. امتى ياخد مني؟ امتى اجزتها بقى عمليه القرض؟ لما يبقى عندي ضروره. ايه الضروره؟ حته بقى فيلا في مارينا مولانا هتطلع من عيني وفاضل لي عليها 1.5 مليون، اقوم عامل القرض اقول له لا دي تعرف دي مش ضروره. امال الضروره ايه يا مولانا؟ ان انا راجل قاعد في بيتي مره واحده البيت قديم اتصدع. يا جدعان اعمل جمعيه ما فيش جمعيات، يا جدعان طب اعمل اخويا يسلفني لسه مجوز ابني ومش قادر، طب اقعد انا وعيالي في الشارع نعمل قرض. واصبح مشروعيه القرض في الحاله دي هو الضروره. تاني نقول تاني بلاش نبقى واقفين على ديننا كده دايما. كنت اقول ايه؟ اي محاضر سواء بتاع دين او غير دين لازم يبقى حاطط لنفسه ريسك كده خطوره. كنا الاول نقول 40%، لا 60%. ليه؟ قد تعمل محاضره حلوه قوي 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 والناس تفرح بيها، ويبقى من وسط الناس دي حد عايزه اعلك الدنيا يديلك كرسي في الكلوب، فيسالك سؤال اما مرتبط بالسياسه او اما مرتبط بمسائل خلافيه او اما مرتبط بعلاقتنا بغير المسلمين، وهو في نيته حاضر يا استاذ بسمه هدعي بس اخلص الحته دي، هو في نيته انه مش عايز يتعلم، هو في نيته انه يضرب كرسي في الكلوب. المحاضر في اللحظه دي لو ما جاوبش هيتقال عليه كلام وحش، ولو جاوب اجابه مايعه هيتقال عليه كلام وحش، ولابد ان يجاوب ولابد ان تكون اجابته صادقه. النموذج على دي مشهد كده يا استاذ بسمه في اقل من دقيقه. الشيخ الشعراوي في مره من المرات كان قاعد بيقول محاضره، فطلع واحد ايام بقى الجماعات والكلام ده كله، فبقول له انت عالم من علماء السلطه، انت بتزعم ان انت بتنشر الدين وتدافع عن الدين وانت بترضى عن المنكر، الناس اللي بتشرب خمره وبتسهر في الكبيرهات ومش عارف ايه. الشيخ الشعراوي هيبتدي يتعامل معاه هنا مش دين مش علم، هيتعامل معاه بفطنه. قال له يا ابني طب تعالى في وسط الناس ومعادين، قال له يا ابني الناس دي لو فجرناها هتموت، الحال اللي هتموت عليه ده تخش بيه الجنه ولا النار؟ قال له لا النار طبعا. قال له طب يا ابني مين اللي عايز يخش الناس تخش النار، الشيطان ولا الرحمن؟ قال له طبعا الشيطان. قال له طب يا ابني يبقى ايه الفرق بينك وبين الشيطان؟ ده مش علم دي فطنه. لابد ان احنا يكون عندنا فطنه نستقبل كل الاسئله ونجاوب كل الاسئله ونحاول نعرض ديننا بالشكل اللي يرضي ربنا علينا، لكن في نفس الوقت المستمع كمان عليه واجب انه يتقي الله فيما يسال، وانه لو مش عاجبه اسلام ما يسالوش ويسال فلان او فلان او فلان. للاسف احنا هنضطر نكمل قصتنا بكره قصه قارون، لانها قصه مهمه جدا تمس واقعنا، تمس واقع المتدينين وتمس واقع الناس اللي حواليهم وتمس واقع الاغنياء وتمس واقع الفقراء اللي بيتمنوا يقول لك يا رب ابقى غني باي شكل بحلال او من حرام. هنكمل بكره وبنقول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلى في المسجد الاقصى وفي الحرم، لحق من بيته في طيبه حرم، واسم رسول الله قسم من اعظم القسم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا ولا تفضحنا، اللهم اجعلنا نقوم بحق دينك علينا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت إلهنا أعلم به منا، اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا، وبلغنا اللهم ليلة القدر، واجعلنا من المقبولين عندك وعند الناس يا رب العالمين، واجعلنا نبتغي رضاك في كل أفعالنا يا أرحم الراحمين، اجبر اللهم تقصيرنا وأتم نقصنا وقوي ضعفنا واجبر خواطرنا وأصلح أحوالنا ويسر أمورنا، واحفظ اللهم مصرنا وشعبنا وجيشنا وشبابنا وبناتنا وأعراضنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعني على نشر دينك بالشكل الذي يرضيك عني يا كريم، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة وطعام الجنة وحرير الجنة ومرافقة سيد رسول الله في الجنة، اللهم رب الحل والحرام والركن والمقام والمسجد الحرام، ارزقنا دوما زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. على خير نلقاكم بأمر الله تبارك وتعالى غدا الساعة 3 عصرا
في برنامجكم الموعظة الحسنة واستكمالا لقصة قارون. السلام عليكم. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة دايما حنتلاقى ونجدد الذكرى وقلوبنا مشتاقة. بالموعظة الحسنة بالموعظة الحسنة اللهم صلي وسلم عليه. اللهم صلي وسلم عليه يا حبيب الله.